اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من شبكه وصناره. انا على الهواء، تقدروا تكلموني على الارقام اللي ظاهره قدام حضراتكم. لو في اي وصفه او اي حاجه عايزين توصلوها لنا ابعتوها لنا على الفيسبوك بيج بتاعتنا شبكه وصناره. وطبعا ممكن تكلمونا تقولوا لنا لو في حاجه عاوزين نعملها او في حاجه مش عاجباكم وعايزين نصلحها. هعمل النهارده سمك مقلي بيضه بقسماط، فيش فينجرز، وهعمل سلطه الجمبري بالنعناع والخيار والجزر. اقول لحضراتكم الاول على مكونات السمك: الفيليه، بقسماط، دقيق، بيض، ليمون، بودرة ثوم، بابريكا، كمون، بابريكا، الفلفل الرومي الحلو اللي هو ايه مدخن. نجهز بقى الايه الاطباق اللي هنحط فيها البيض والبقسماط والدقيق. نحاول نستعمل اطباق كبيره علشان بيض وبقسماط هيبقى فيه شويه يعني شويه بهدله. مش هحط كل الكميه علشان هحط فيه سمك وبيض وبقسماط، فهيبقى ايه ممكن يبتدي يبقى يعني نخسر من الدقيق شويه او من الحاجات دي شويه. لو احتاجنا نبقى نزود نحط نص الكميه كده. وبعدين دلوقتي عندنا القرار هنحط التتبيله امتى. التتبيله اللي هي ايه؟ اللي هي البابريكا والكمون وبودره الثوم والملح. نحطهم فين؟ انا شايف ان احسن مكان في الدقيق، علشان الدقيق اول طبقه بتتحط او اول حاجه بتبقى واصله للسمك، فيبقى الطعم قريب، ما يبقاش ايه ما ياخدش مثلا سنه انه يتحرق من الزيت ولا حاجه، نبقى ضامنين ان هيبقى الطعم موجود. نحط معلقه بودره ثوم ومعلقتين بابريكا وواحده كمون، وممكن انا حطيت في الاول معلقه ملح، احط برده السنه كمان لاني مش متاكد حطيتها قد ايه. هقلبهم وبعد كده هكسر البيض. فين هنا؟ يفضل لما نكسر البيض يبقى معانا بوله زي دي كده، نكسر فيها البيضه نطمن ان هي مش بايظه، وبعد كده نعمل التانيه. هطلع فاصل وارجع اكمل مع حضراتكم البيض بالبقسماط والدقيق. خليكم معايا بعد فاصل. رجعت لحضراتكم بعد الفاصل. حطيت المكونات في الدقيق وكسرت البيض وقلبته وجهزت البقسماط، شويه صغيرين من الليمون على السمك. طبعا نفتكر كويس قوي واحنا بنقلي حاجه، نحاول على قد ما نقدر يبقى الاحجام متناسبه علشان يبقى ايه السوا بتاعهم يبقى كله في نفس الوقت. فنتعب شويه قبل ما نبتدي نقلي الحاجه ونبتدي ايه ان احنا نتاكد ان الاحجام متساويه. نحاول على قد ما نقدر نستعمل ايد واحده علشان الايد التانية لو عايزين نعمل بيها حاجه في المطبخ تبقى دايما نظيفه، لان مجرد ما هبتدي احط ايديا في الدقيق والبيض والبقسماط كل حاجه هتلزق في بعضها. الزيت عندي سخن جدا، فهبتدي ايه اجهز واحده واحده علشان يبتدي الزيت درجه حرارته تقل. نحاول على قد ما نقدر نسرع شويه. طبعا اي ديبنج بقى او اي صوص ممكن نعمله، يعني ممكن نعمل صوص زبادي، ممكن نعمل مايونيز، ممكن نعمل هريسة، ممكن نعمل هاني ماسترد اللي هو مستردة وعسل، اي حاجة ممكن نعملها تبقى الديبنج او تبقى الصوص اللي هنحط فيه السمك. هنجهز كده على قد ما نقدر، يعني لو جهزت اربعة هحطهم على النار على ما اللي بعدهم يخلصوا، علشان نفكر حضراتكم تاني لما الطاسة بتتملي الزيت بيقل جامد، الزيت درجة حرارته بتقل، فبيحصل ان ما بيطلعش مقرمش، وعشان كده كل الناس بتشتكي احنا ليه ما بنعرفش نطلع السمك المقلي مقرمش، علشان بنملى الطاسه سمك، فما بيحصل ان هي الزيت بينقص، اسف مش بينقص، درجه حرارته بتقل، فما بيديناش النتيجه اللي احنا عاوزينها. ادي اربعه وادي الاربعه التانيين. برضه نحاول ايه ما نخليش نخلي مش عايزين نخلي الايه الدقيق كتير. شوفوا حضراتكم لما بيكون الزيت سخن مفيش ما بتاخدش يمكن ما كملتش دقيقه وبسرعه بسرعه نشيلها. هتقولوا ده ما استوتش من جوه، لا هي لسه سخنه جدا. لما هنسيبها على ورق المناديل السخونيه اللي فيها هتكمل سواها من جوه، فطبعا احنا كده كده مش هنقدر ناكلها بالسخونيه دي، هنستنى عليها شويه. نحاول ننزل الدقيق زيادة علشان انا بس بحاول اسرع عشان ما نبقاش بناكل دقيق كتير.
تأكد ان كل حتة في كل ناحية من السمك وصل لها بيض وبقسماط، ودول على طول نقدر ايه نحطهم. دول ممكن ياخدوا شوية وقت اكتر لان الزيت برد شوية من المجموعة الاولانية، بس برضو ايه نركز معاها علشان ما يحصلش ان هي تتحرق. ممكن بقى نشيل كل ده طبعا. انا خايف اروح اغسل ايدي لان ايه هي مش هتاخد وقت خالص. لا الزيت كده برد، فممكن بسرعه بسرعه احاول اغسل ايدي، اخلي برضو ايدي التانيه بعيده علشان ما تتوسخش عشان اقدر استعملها كده. تمام بسرعه بسرعه. وزي ما قلت لحضراتكم بقى، اي صوص اي حاجه في الثلاجه، سويت اند ساور، اي حاجه موجوده نقدر ان احنا نستعملها. نقلبهم قلبه اخيره كده، ونشيل بقى اي حاجه زياده. كده خلاص كفايه، لان هتبتدي زي ما قلت لحضراتكم السخونيه اللي فيها هتكمل بقيه السوا. كده احنا ضامنين 100% ان دايما بيطلع السمك مقرمش. ممكن نطفي بقى النار على دي خلاص، ونضف انضف ايديا كويس بقى. نجيب طبق نحاول بقى نرصهم رصه كويسه. يعني ايه ممكن نقطع شويه مثلا، يعني في هنا ليمون وفلفل احمر علشان بس الطبق ما يبقاش فاضي ويبقى شكله كده غريب، فنحاول نعمل اي شكل. ممكن نحط دول زي ما هم كده. طبعا سمك يعني ليمون، نحط ايه ويدجز اربعات مثلا. انا شخصيا لو هاكل الطبق ده هحط معاه مايونيز بتوم وليمون وشطه هريسه، بيطلع حكايه كده. كفايه فين فين فين. ممكن ناخد شوية شبت بس حتى بالإيد كده. وبعدين لو قدرنا حاول أرصهم، ممكن كمان تلاتة هنا بس شوية. كده دي دول بقى ايه بعدين. ادي كده السمك او الفيش فينجر. هطلع فاصل وارجع اكمل مع حضراتكم السلطة الجمبري بالخيار والمايونيز. خليكم معايا بعد الفاصل. رجعت لحضراتكم بعد الفاصل، خلصت طبق الفيش فينجر او سمك الفليه بالبيض والبقسماط. هعمل دلوقتي سلطه جمبري. نقول لحضراتكم على المكونات: جزر، جمبري، خيار، نعناع، ليمون، خل. هستعمل زيت زيتون، هستعمل ملح، وممكن استعمل فلفل اسود او اي حاجه حراقه لو عايزين. هبتدي بس الاول ان انا اسوي جمبري علشان يبقى مظبوط، يعني مش هينفع ناكله ني. نقدر نسلق جمبري لو عايزين. لو عايزين نقدمه طبق سخن ممكن نخليه من غير الزبادي ونشغله على انه طبق سخن. بس مش عايزين بقى نحط عليه اي توم ولا اي حاجه دلوقتي غير لما يعني راجع لحضراتكم. بس خلينا نجرب مره السلطه تبقى من غير توم. انا كده كده هزود، هعمل الدريسنج بتاعها.
نجيب بولة، زيت زيتون، ملح، زيت زيتون كتير يعني نقول مثلا اقل من ربع كوباية بشوية، على ما تكون زيت الزيت على النار سخن عشان اسوي فيه جمبري. يلا، والجزر والخيار هبشرهم وهقلب منهم شوية مع الدريسنج مع النعناع، وبعد كده هحط الجمبري في الطبق وابتدي ايه علشان الوقت محتاج الجمبري دقيقتين كتير. ادي الزبادي، الليمون شوية صغيرين وهندوق، بعد كده احتاج نزود، ممكن نزود نقطة خل مبشرة، ونبشر الجزر طبعا زي ما تحبوا بقى الايه المبشرة اللي تريحكم، بس اهم حاجة نخلي بالنا واحنا بنستعمل المبشرة الايه الايدين نبقى مخليين بالنا كويس عشان الايد ما تجيش في المبشرة، بتبقى حامية جدا. ممكن ناخد واحدة كمان، وعلى ما الزيت يسخن والجمبري يكون استوى هيكون خلصت انا ايه ان انا ابشر الجزر والخيار، وبعد كده ايه نركب الطبق كله على بعضه. نفتكر بقى ما نحطش ملح على الجمبري وهو على النار علشان ما يحصلش انه يطلع الميه اللي فيه وينشف، عايزينه دايما يبقى طري طعمه يبقى احلى كتير. كده فاضل له دقيقة ويبقى تمام. الخيار شيل الحتة دي، أعتقد إن خيارة واحدة هتبقى كفاية. ممكن الزبادي والخيار والنعناع وشوية ثوم وزيت زيتون وملح وفلفل وليمون تبقى لوحدها سلطة. إحنا بس هنعمل كل الكلام ده وهنضيف عليها الجمبري. كده تمام. الجمبري خلاص كده. ناخد شوية من الجزر، شوية من الخيار، شوية من النعناع، بس هاخد ايه بالسكينة كده حاجة بسيطة. النعناع ده ممكن نزوق بيه في الآخر شوية، لو في مضرب صغير يبقى جميل جدا. فين هنا؟ افتكر احنا حطينا الملح في الاول تحت، فمحتاجين ان احنا نقلب كويس عشان الملح يبقى موجود في كل حته في الزبادي. طبعا الكميه دي كلها مش هحطها على السلطه لان كده هتبقى عايمه فيها عايم فيها الجمبري، فانا هحط الخيار والجزر شويه من النعناع في طبق، احط عليهم الجمبري، وبعدين احط عليهم شويه من الصوص اللي انا عملته او الدريسنج اللي انا عملته، وممكن اخلي في طبق تاني احط الدريسنج ده جنب السمك، ممكن نستعمله نفس الاستعمال. ممكن نعمل كده كده يعني دول اكتر شويه. عايز اروح الحق الجمبري ده بسرعه. كده الجمبري المايه اللي طلعت منه نشفت وبقى مستوي ومظبوط. خلوني اشيل ده. طبعا ده مش هيترمي، ده هنشيله في طبق هنا. ينفع لاي سلطه تانية. فين الجمبري؟ معلقه. ننزله مرة واحدة على فكرة. عايز بس اخلي دايما الجزر والخيار باينين. مش هسيب ولا واحدة.
بقى معلقه تانيه. طبعا بقى الكميه اللي عايزين نحطها زي ما احنا عاوزين، بس نحاول نخلي ايه الجمبري باين. نحاول بقى ننقي كام واحده من النعناع اللي هو الورد الكبير ده، مش مهم خلاص، حته من المنديل. ده الجمبري اللي وقع من الطاسه جري على الجنب فوسخ الطبق، هنشيل كده الحاجه دي. وزي ما قلت لحضراتكم بقى الايه بقيه الصوص ده ممكن نحطه في طبق صغير ونبتدي نستعمله على انه ديبنج مع السمك المقلي. يبقى النهارده عملت سمك مقلي او فيش فينجرز، وعملت سلطه جمبري بالجزر والخيار وصوص الزبادي. الف هنا وشفا، اشوفكم حلقه جديده. باي باي.